دق الفراش حقيقة أم كابوس؟ هذه الحشرة هي أنثى بق الفراش. في سكون الليل تزحف هذه الحشرة من مخبئها باتجاه ثاني أكسيد الكربون والدفء المنبعثين من جسدك، وحين تبلغ جزءاً مكشوفاً من جسدك تستخدم منقارها الصغير الحاد لوخز جلدك وامتصاص 6 أمثال وزنها من دمائك، تاركة وراءها تورماً مصحوباً باحمرار وحكة. بعد عودة الحشرة إلى مكمنها في باطن فراشك يتوالى عليها ما يصل إلى 7 ذكور للتزاوج معها. إذا كان هذا يبدو لك كابوساً فاعتبر نفسك من المحظوظين، فبالنسبة للكثير من الأشخاص حول العالم فإن هذه حقيقة يواجهونها كل ليلة. فهذه الطفيلات الضئيلة قد انتشرت في أنحاء لوس أنجلوس ونيويورك ولندن على مدار 20 عاماً الماضية، مكتاحة بيوت وفنادق الفقراء والأغنياء على حد سواء، وتسللت إلى وسائد مقاعد السينما ومكاتب كبار المسؤولين، وانتقلت متطفلة عبر الكتب في المكتبات وعربات مترو الأنفاق. في عالم الآفات قد يكون بق الفراش أعظم الحشرات الغازية على مر الزمان، وكي نكون أكثر دقة فإن بق الفراش أكثر حشرات غازية تعاود هجومها من جديد، وذلك لأن بق الفراش يتعب البشرية منذ العصر الحجري. وقد تفاقمت المشكلة عندما تزحم البشر في البلدات والمدن وبلغت حداً مفزعاً مع ابتكار نظام التدفئة المركزية الذي ساعد بق الفراش على النمو والازدهار طوال العام في كل مكان تقريباً. ظل الحال على ما هو عليه حتى الحرب العالمية الثانية، وذلك حين اكتشف البشر نوعاً من المبيدات الحشرية الاصطناعية التي كانت على درجة من القوة تكفي لطرد بق الفراش من الولايات المتحدة وأوروبا لمدة نصف قرن. ومع ذلك فعلاوة على أن استخدام كثير من هذه الكيماويات أصبح محظوراً الآن، فقد نجت الحشرات القوية من بق الفراش وتكاثرت، مما يعني أن جماعات بق الفراش الموجودة حالياً لديها مناعة ضد كثير من الأسلحة التي نستخدمها ضدها. في الوقت نفسه فإن ارتفاع معدل السفر حول العالم جعل الوصول إلى أي فراش في العالم تقريباً لا يتطلب سوى رحلة جوية قصيرة، وذلك بالنسبة للأثرياء كثير الترحال من البشر، وكذلك بق الفراش الذي يسافر معهم خلسة. هاتان الضربتان المتعاقبتان، مقاومة المبيدات الحشرية وانتشار وسائل النقل العالمية، أتاحتا لبق الفراش التحول من كابوس إلى حقيقة عصرية. فهذه الحشرات هي أعظم من ينجح في التعافي من أي هزيمة يتعرض لها ويعود مرة أخرى لساحة المعركة في عالم الآفات، إلا أننا نحن في الواقع من أعاد هذه الحشرات بصورة أو بأخرى، وهذه المرة لن تهزم بسهولة، فنم نوما هنيئا، ولكن احذر لدغات بق الفراش، فالحقيقة أننا في مأزق كبير.